المؤهل الأول أحمد شعبان بينضم لنا مباشرة من غرفة التحكم المروري ليضعنا بحركة السير والأرامل اللي تسجلت نتيجة الحوادث بالساعات الماضية وأكيد محاضر الضبط نتيجة المخالفات. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. شو عنا الله اليوم؟ يعافيكي. نعم، بالنسبة لحركة السير، فينا نقول إنه حركة صباحية لغاية الساعة عم تكون عندنا على مداخل العاصمة. بداية من المدخل الجنوبي، الأوتوستراد الجنوب صيدا بيروت أو سور صيدا، لغاية الساعة لن يسجل أي قطع للطريق بهالأثناء. نعم، عم تكون حركة السير عندنا ناشطة كثيفة قرب محطات الوقود نتيجة تراكم السيارات اللي عم تتزود بالوقود. من خلدي باتجاه الأنفاق كثيفة عم تكون عندنا دون عوائق، وصولا للسفارة الكويتية في عندنا على الخط الموازي لأوتوستراد الأسد اللي بيودينا باتجاه دوار الجندولين. عم بيكون في عنا قطع للطريق بهالأثناء من قبل بعض الشبان أشعلوا الإطارات، عم يتم معالجة الموضوع. بالنسبة للمدخل الشمالي، ما في عنا أي قطع لأي طريق بهالأثناء ضمن منطقة الشمال. حركة ناشطة عنا من جوني باتجاه بيروت، عم تكون عندنا كثيفة جدا على نهر الموت باتجاه الدورة، كمان عندنا محطات الوقود هن عم بيأثروا لنا أكثر شيء على حركة السير. المدخل الشرقي أخيرا عندنا حركة سير ناشطة من كويعة ريا باتجاه الجمهور، وفي عندنا كمان حركة سير على محطات الوقود. ضمن بيروت حركة سير فينا نقول لغاية الساعة حركة طبيعية. حوادث من امبارح لليوم تسجل عندنا 15 حادث سير، نتج منهم للأسف في عنا قتيل و14 جريح، نتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وأخيرا محاضر الرادار تنظم 779 محضر خلال ال 24 ساعة. منذكر المشاهدين خطنا الساخن هو 1720، كما وأنه غرف عملية قوى الأمن الداخلي على ال 112 عم تكون بخدمتهم. وهذا كل شيء لغاية الساعة. شكرا لك المؤهل الأول أحمد شعبان من غرفة التحكم المروري ولكل العاملين في هذه الغرفة.